عن الزيتون وعن قطف الزيتون. مين فيكم هذا الموسم راح قطف زيتون؟ أها. كنا احنا كنا مجموعه، كنا كل العائله معنا. حلو. ايش كمان بتعمل لما تقطف الزيتون؟ بنحطهم بالمي عشان يكبروا وناكلهم. بالضبط صح. كلنا بننزل وبنتجمع، اول ما نخلص قطف الزيتون كلنا بنتشارك مع بعض في انه نغسله ونخزنه ونعمل فيه زيتون عشان ناكله. حد بيعرف مين هو الجداد؟ ما حد بيعرف مين الجداد؟ الجداد هو اللي بيروح بيقطف الزيتون. في قطف اللي هو بيجيبوا اله بحطوها على الشجره وبتصير الشجره تهز وبينزل الزيتون. بس احنا اكثر طريقه بنعرفها اللي هي القطف بالايد اللي انتم كلكم بتقطفوها، صح ولا لا؟ ولا كيف بالضبط بنعمل الزيت؟ بعد ما نلقط ونقطف الزيتون من غربله، بعد ما نغربله ايش بنعمل؟ بنوديه على المعصرة. في بيت ما في زيت؟ لا. أما زمان كانوا يستخدموا شيء ثاني لعصر الزيتون. حد بيعرف شو هو؟ قارة بتيجي زي الخلاطة. أنا الأول حكيت. أنت حكيت الأول؟ زي الأشياء الحادة. زي الأشياء الحادة. زمان كانوا يحطوا الزيتون في حجر، وكان هذا الحجر يطحن الزيتون. كان فيه حيوان هو اللي يتحرك، ولما يتحرك يلف هذا الحجر وهذا الحجر يطحن الزيتون ويصير عندنا الزيت. تمام؟ تمام. هيك عرفنا كيف بالضبط بنعمل الزيت وكيف بنعمل الزيتون. الزيتون بما انه له قيمه عند الشعب الفلسطيني كانوا يغنوا له اغاني كثير عن الزيتون. اكيد بتعرفوا اغاني شعبيه عن قطف الزيتون. ايش بتعرفي اغنيه؟ تمام. هلا احنا كلنا رح نغني على دلعونة، اللي هي من الاغاني التراثيه اللي بتحكي عن الزيتون، نتغنى فيها دائما، هي من اغانينا التراثيه المهمه كثير. كلكم بتعرفوا اغنيه على دلعونة؟ تمام. على دلعونة وعلى دلعونة زيتون بلادي اجمل ما يكون، زيتون بلادي واللوز الاخضر علي يا دي يا دي يا دي بد